التقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمعالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي. نعم، جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه ووفد مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. خلال اللقاء أشاد الجانبان بعمق العلاقات الوثيقة والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة ملك البلاد المعظم وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رضاهم الله ورعاهما. كما أعرب رئيسا المجلسين عن تقديرهما لمستويات التعاون الثنائي المتصاعد في كافة المسارات بفضل الجهود المستمرة والتنسيق المتواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. أشار رئيسا المجلسين إلى المكانة الرفيعة والعلاقة الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والدور الحيوي الذي يقوم به مجلسا البلدين في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية والارتقاء بالتعاون البرلماني وتبادل الخبرات والنجاحات. خلال اللقاء تم استعراض العمل البرلماني في كلا المجلسين وسبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري وكافة المسارات التنموية وفق منظومة تشريعية متطورة تلبي الطموحات وتحقق التطلعات والأهداف المنشودة الثنائية.